I'm the Tooth Fairy. بيبدأ الفيلم بمباراة هوك الجليد، وفي لاعب دفاع اسمه إريك تومسون ومشهور باسم جنية الأسنان، لأنه دايما بيكسر أسنان اللاعبين المنافسين بمجرد الاحتكاك معاه، وبيكون سبب في فوز فريقه، وكل الجماهير في الملعب بتتسابق في الحصول على سنة الخصم. وبعد المباراة الجمهور بياخد توقيع تومسون، وفيه طفل بيقوله إنه بيحبه ونفسه يكون بطل زيه، لكن تومسون بيكسر قلب الطفل وبيقوله مش سهل أبدا تكون لاعب زيي، لأن أنت مش أنا، لازم تتعب كتير علشان تكون لاعب مميز. وتومسون مش مدرك ان الطفل زعل. بعدها تومسون بيظهر مع خطيبته كارلي، وهي سيدة أرملة عندها ولد اسمه راندي وبنت اسمها أرني، وراحوا يزوروا تومسون في بيته، وتومسون بيلعب مع أرني وهي سعيدة باللعب معاه، لكن راندي مش معجب بتومسون ومش سعيد باللعب معاه. وهم بيلعبوا أرني بتخلع سنتها، أمها قالت لها حطيها تحت المخدة وجنية الأسنان هتاخدها وهتحط لك دولار مكانها، ولما تقومي من النوم هتلاقي الفلوس ومش هتلاقي السنة، وأمها بتحط لها الفلوس بعد ما تنام. وبيحضر أصدقاء تومسون وطلب أكل واحتاج فلوس، واضطر ياخد فلوس أرني من تحت مخدتها. وبعد أصدقائه ما مشيوا بتصحى أرني وبتصرخ لأن فلوسها مش موجودة. تومسون قال لها أكيد جنية الأسنان أخدتها. أرني قالت له دي فلوس جنية الأسنان واديتها لي مكافأة. تومسون قال لها جنية الأسنان مش حقيقية. انزعجت أمها من استخفاف تومسون بخيال الطفلة وقطعت كلامه وأخدت فلوس من محفظتها وقالت لبنتها إنها لقيتها واقعة على الأرض. بتفرح البنت وبتنام سعيدة. بعدها كارلي بتقول لتومسون ما يصحش إنك تشكك في خيال الطفلة وتسخر من أحلامها، وبتطلب منه يمشي. وبيروح تومسون ينام لكن مش جاي له نوم، وعمال يتقلب على السرير وبيلاقي تحت المخدة دعوة مضيئة عليها كلام مش مفهوم، وبيقوم من على السرير وفجأة طلع له جناحين وتغيرت هدومه لهدوم نسائية، وبيظهر دوامة سحرية في سقف بيته وبتنقله لعالم الخيال، وهناك بيلاقي جنيات كتير بأجنحة وكل جنية بتقوم بعملها، وبيظهر له جني اسمه تريسي وبيقول له أنا المسؤول عنك في عالم الجنيات، وبتدور بينهم خناقة والكل بيتجمع حواليهم لحد ما بتوصل الرئيسة بتاعتهم الجنية ليلي، والكل بيسكت لما بيشوفها، وبتقول لتومسون ان مسؤوليتها هي الحفاظ على خيال الاطفال واحلامهم، وعشان انت استخفيت بخيال طفلين هتتعاقب بانك هتكون جنية اسنان لمدة اسبوعين، ووظيفتك تجيب سنة الاطفال وتحط مكانها دولار، ولو فضلت مش مصدق ان الاحلام مهمة ومش مقتنع بيها ممكن نزود المدة لحد ما تصدق. تومسون متضايق من اللبس النسائي، بيغيروا له هدومه وبيودوه مكان يستلم منه لوازم وادوات جنية الاسنان، وبياخد معجون الانكماش وغبار النسيان وسبراي التخفي وجهاز طرد القطط. بعدها بيروح مكان التدريب على الطيران، بس علشان هو مش مصدق ما بيعرفش يتعلم، وتريسي بيسلمه عصاية سحرية بس بيقول له ان مفيش اي ادوات هتشتغل معاك الا ما تصدق وتؤمن بيها، وقال له ممنوع حد يعرف حاجة والا هتبقى جنية اسنان طول عمرك. وبيصحى الصبح يلاقي نفسه في سريره عادي، وقال لنفسه ان ده كان حلم، وبيبدأ يوم جديد. وبيروح لكارلي بيتها وبيديها ورد ويعتذر لها عن اسلوبه مع ارني. كارلي قبلت اعتذاره وقالت له انها هتغيب عن البيت هي وبنتها، وطلبت منه يقعد مع ابنها. وبيروح لراندي اوتو بيلاقيه بيعزف جيتار وبيقول له انه بيحلم يكون عازف جيتار مشهور، وتومسون بيشجعه. وبيدخل الليل وتومسون وكارلي قاعدين على العشاء، قال لها غمض عينيكي علشان عاملك مفاجاه، لكن قبل ما يظهر لها المفاجاه بتطلع له جناحات علشان يروح عالم الجنيات، وبيخرج بسرعه من البيت ويقول لكارلي انه تعبان ولازم يروح. وبيقابله تريسي وقال له محتاجينك حالا لان في طفل خلع سنه ولازم تجيبها وتحط دولار مكانها. وتومسون عشان ما تعلمش يطير بياخد معجون التصغير ومفعوله بيستمر لمده ساعه، ودخل من تحت الباب وطلع السرير بصعوبه، وبعد ما اخد السنه بيقع على الارض وبيصحى الطفل ويشوفه ويصرخ ويصحي ابوه وامه. وتومسون على وشك الخروج بتعترض طريقه قطه وعاوزه تاكله، واستخدم جهاز طرد القطط وخرج من البيت بصعوبة. تاني يوم كان عنده مباراة هوكي وفريقه تعاقد مع مهاجم جديد والمفروض هو اللي يحرسه في الملعب، وبيلعب المباراة وبيفقد تركيزه وفريقه بيخسر، وده بسبب ان الاجنحة بدأت تظهر من تاني. فريقه غضبان منه فبيدخل يستخبى في الحمام وبيتجاهلهم، بيقفوا يستنوه قدام الحمام فبيضطر ياخد معجون التصغير ويرمي نفسه في الحمام، وبيخرج يلاقي تريسي مستنيه وعرض عليه ياخد المعجون، بس تومسون غضبان وقرر يدخل البيت مباشرة ورش على كل اللي في البيت مسحوق النسيان، ودخل غرفة الطفل واخد السنة وحط الدولار وخرج. وطلبته ليلي وقالت له انت عملت مخالفة كبيرة، ووريته فيديو لأسرة الطفل وهم مش عارفين بعض لانه رش مسحوق بكمية كبيرة،
وادته مهمة جديدة، بس الطفل لسه صاحي ولازم ينتظر في الاستراحة لحد ما الطفل ينام علشان ياخد السنة بتاعته. وبيقعد في الاستراحة هو وتريسي، وبيلاحظ ان تريسي عمال يبص للأجنحة ونفسه كان يكون له جناحات. وبيقعد تومسون في الاستراحة فترة طويلة لحد ما الكل يقوم ويغلب النوم وينام، وبيصحى على رسالة ان مهمته اتلغت. تاني يوم بتروح له كارلي وبتطلب منه انها تسيب راندي معاه لانها مشغولة، وبياخد راندي لمحل بيع الجيتار علشان يشتروه واحد. وبيقعد راندي يجرب الجيتار، بتشوفه بنت زميلته في المدرسة بتعجب بالعزف بتاعه، بس بيجي اخوها وبيتنمر عليه وياخد منه الجيتار، لكن تومسون بيخوف الولد ويبعده، وده قرب العلاقة بين تومسون وارني، وبيرجعوا البيت وبدأوا يبقوا اصحاب ويلعبوا مع بعض. وبتوصل كارلي وارني، بس بتيجي لتومسون مهمة جديدة وبيطلب من كارلي انها تمشي. وبيقابل تريسي ونصحه يستخدم سبراي التخفي علشان يدخل البيت بسهولة، لكن لما بيدخل البيت بيتخبط في العفش وبيعمل فوضى في المكان وبيخوف اهل البيت، وكلبهم بيعضوا في جناحاته. تاني يوم بيقعد مع راندي وهو بيتمرن وخايف وما عندوش ثقة انه هيكون عازف مشهور، لكنه بيحلم. وسأل تومسون هو انت ليه مش بتجيب جوان؟ قال له تومسون انه زمان كتفه كانت كسر واضطروا يحطوه في الدفاع ومهمته يحرس المهاجمين. راندي قال له لازم تسدد علشان تجيب جون. بعدها بينفذ مهمة وبيسلم ليلي السنة اللي جابها. وتريسي بيقول له احكي لي عن شعورك وانت بتحصل على السنة، لاني ما جربتش الشعور ده ابدا علشان انا جني ما عنديش جناحات. تومسون شجعه وقال له عندك اهم من الجناحات وهي اللياقة البدنية، واخدوا يدربوا على ممارسة الرياضة. وافتكر كلام راندي وقعد يتدرب على التسديد وحضر تمرينات الجيتار مع راندي وشجعه، وبدأت حياة تومسون تتغير وبدأ يؤمن بان الحلم مهم علشان هو اللي بيدينا الدافع للنجاح. بعدها بيلعب مباراة هوكي وطلب منه المدرب انه يتعاون مع زمايله ويمرر القرص، لكنه كان عاوز يشوط وفشل يحط هدف، والمدرب وبخه وزمايله زعلوا منه. وروح تومسون متضايق، وراندي طلب منه انه يحضر معاه التدريب، لكن تومسون قال له روح ذاكر لان عمرك ما هتكون عازف مشهور ومفيش حاجة اسمها حلم. بيتصدم راندي وبيحس بالإحباط وبيكسر الجيتار بتاعه، وبتزعل كارلي وبتنفصل عنه. بعدها تريسي بيزوره في البيت وهو فرحان، وبيطلب منه انهم يحتفلوا بالقدرات اللي اكتسبها من ممارسة الرياضة، لكن تومسون قال له انت صدقت انك ممكن تطير من غير جناحات؟ وقال له انا كنت باخدك على قد عقلك، مفيش حاجة اسمها حلم. وتاني يوم عنده مباراة هوكي وقاعد محبط على الدكة، والمدرب طلب منه ينزل الملعب، وبيلعب تومسون وهو محبط وبيقع على الارض وما عندوش اي معنويات وحاسس بالفشل، بس بيشوف تريسي في الملعب وهو بس اللي شايفه، وتريسي بيشجعه ويحفزه وفعلا بيلعب كويس وبيسدد وفريقه كله سعيد. لكن وهو في الملعب تريسي قال ده معاد المهمة الجديدة وفي سنة لازم تروح تجيبها. تومسون قال له انا عندي مهمة تانية ولازم تخبي على ليلي، وطلع له اجنحة وهو في الملعب وطار قدام الجمهور والكل مذهول، لكن تريسي بيرش عليهم مسحوق النسيان علشان ما يفتكروش اللي شافوه. وبيروح تومسون لارني وهي نايمة وقال لها ان هو جنية الاسنان الحقيقية، وراح لراندي اوضته واعتذر له وقال له لازم تحضر الحفلة بتاعت المدرسة دلوقتي وتحقق حلمك. راندي قال له ما عنديش جيتار. تومسون استخدم العصاية وجاب له جيتار، وشافته كارلي واعتقدت انه لبس الزي ده علشان يصالحهم، وبياخد راندي ويطير بيه على الحفلة ويرش عليه مسحوق النسيان ويمشي وينفذ المهمة ويدي السنة لليلي، وقال لها انه دلوقتي مؤمن بالاحلام وخيال الاطفال وان جنية الاسنان فعلا موجودة. ليلي قالت له خلاص عقوبتك انتهت، وعينت دريسي جنية اسنان مكانه ومنحته اجنحة. وقالت ليلي لتومسون لازم نرش عليك مسحوق النسيان علشان تنسى كل اللي حصل. وبيرجع يلاقي نفسه في حفلة المدرسة وراندي اداؤه جميل، ويعرض على كارلي الجواز وبتوافق. وبعدها بيلعب مباراة هوكي دولية وبتحضر ليلي مع الجمهور، وبتطلب من الجن اللي معاها يساعد تومسون في الفوز وبيفوز. ودي نهاية الفيلم. لو عجبك الملخص دوس لايك واشترك في القناة، وشكرا للمشاهدة.